صباحكم شباب، وان شاء الله تكونوا بخير. ومعكم مجد فتحي، والنهارده حلقه جديده نتعلم فيها ازاي نرسل رساله صوتيه من على الماسنجر من خلال الكمبيوتر بدون كابل اليو اس بي او بدون ان احنا نشترك مايك. وعشان ما اطولش عليكم نبدا الحلقه. بسم الله. انتوا شايفين كده شباب، لما بتروح على اضافة كده وبعد كده بتختار الصوت، علشان ان انت تبعت رسالة للشخص ده فلازم يكون متصل بالكيسة، يا اما مايك او مدخل للمايك، علشان تقدر ان انت تسجل رسالة صوتية وتروح ان انت تبعتها. اول حاجة شباب، هنثبت برنامج دوت كام للكمبيوتر، وهنثبت تطبيق دوت كام للاندرويد او على جهاز التليفون اللي احنا هنستخدمه كمايك. يعني كده جهازك او تليفونك نفسه بحد ذاته هتتكلم فيه عادي جدا، والصوت هيتبعت للكمبيوتر وكأنك موصل مايك في الكمبيوتر بدون ما توصل التلفون بكابل يو اس بي او اي حاجة. الكلام ده كله هيتم من خلال الواي فاي. يعني لو انت عندك الراوتر فلازم جهاز الكمبيوتر ده او اللاب يكون واخد وصلة من الراوتر او متصل بالراوتر واي فاي، والتليفون برضو لازم يكون متصل من نفس الراوتر اللي متصل بيه الكمبيوتر من خلال الواي فاي برضو كذلك الامر. بعد ما نثبت البرنامج هنفتح البرنامج، نفتح التطبيق. بعد ما ثبتناه هتلاقي حاجه اسمها الواي فاي اي بي، وهنا هنختار الواي فاي. طب في الديفايس اي بي هنا هنكتب بي اللي احنا شايفينه هنا، اللي هو 192.168.1.2 زي ما مكتوب في التطبيق، هنكتب هنا بالظبط. اما البورت بقى هتلاقيه برضو في التليفون، اللي هو الدور كام بورت 47 47. شوف البورت هنا وتكتب 47 47. طبعا هتلاقيه متعلم على الفيديو، فلو دوست ستارت فكده البرنامج هيفتح كاميرا التليفون، ولكن احنا مش عايزين الفيديو او كاميرا التليفون. ممكن تستخدم الخيار ده في حالة ان انت عايز تتصل فيديو، ولكن هنلغي وضع الفيديو بالشكل ده. بعد كده هتروح على الايديو او الصوت، وبعد كده هتعمل ستارت في نفس الوقت وانت فاتح التطبيق من على التليفون. خلاص كده الكمبيوتر لما بيسجل اي صوت او تستخدم اي حاجة من على الكمبيوتر، فالكلام كله بيتحول من مايك التليفون للكمبيوتر على طول. نروح مثلا نبعت رسالة صوتية، تروح على اضافة، بعد كده هتروح على المايك، وبعد كده المايك شغال معاك وبدون اي مشاكل، والماسنجر هيسجل معاك، وبعد كده ترسل الرسالة عادي. تمام كده، الرسالة اتبعت بدون اي مشاكل. تعالوا بقى نتأكد انه فعلا بيسجل الصوت والمايك شغال معاك بدون اي مشاكل. هتفتح جوجل، ولكن هتروح على البحث الصوتي كده، ورقة اول كلمة برامج، فكده المايك شغال معانا بدون اي مشاكل. كده اكون وصلت لنهاية الحلقة. ان شاء الله رب استفادوا. تجديد معانا في القناة، متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل بالاشعارات الجديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.